عندي بنتين جنات ولا ريم؟ اثنين. انا عندي ابن واحد بس. اه ان شاء الله عندي ثلاث بنات. لا 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 انا لسه ما اتجوزتش. انا شايف ان العدد المناسب هو يعني واحد او اثنين، ما يزيدش عن اثنين عشان نقدر نعلمهم كويس ونقدر ياخدوا خدمات كويسه. كلمه العدد المناسب دي كلمه يعني مطاطيه، يعني في بلاد مثلا في مصر ممكن العدد المناسب فيها من حسب العادات والتقاليد يبقى أربعة أو خمسة. أنا شايف إن العدد المناسب يبقى اثنين مثلاً ثلاثة بكتير قوي يعني. عشان نقدر إن إحنا نعدل بينهم، نقدر نلاقي لهم وقت ونقدر نوفر لهم حياة كويسة. اثنين أو ثلاثة بكتير قوي في الأيام اللي إحنا فيها دي. الأفضل إن إحنا نقلل العدد على قد ما نقدر. أنا شايف إن أكتر من ثلاثة يبقى كتير، يعني أقصها ثلاثة. اثنين، وده اللي أنا كنت مقتنع بيه، بس في واحد جه بناء على طلبات الجماهير، والدتي والدتها عايزين أخ، أنت جايب بنتين، عايزين أخ، فالحمد لله جت بنتي ثالثة الحمد لله. اثنين، هما اثنين، أكتر من اثنين إحنا كده بنظلم نفسنا وبنظلم الأولاد اللي معانا. كثرة الناس في مصر ومصر عددها بيزيد وده بيتعب الحكومة، فمن الأفضل إنه يكون واحد أو اثنين مش أكتر ولا أقل عشان يقدر يدخلهم مدرسة كويس ورعيهم صحيا كويس. أنا من رأيي إن هم يقللوا نسبة الأطفال، إن أنا لو عندي مثلا طفل أو طفلين هقدر أحقق لهم حياة كويسة جدا، حياة مرتاحة، حياة مبسوطة. أعتقد الطرق اللي هي القديمة بتاعت الإعلانات والكلام ده كله ما بقتش تجدي نفعا يعني، فأعتقد إن اللقاءات المباشرة بالناس هي الأجدى، إن أنا أقابل الشخص وأدرس ظروفه وحالته وأقول له والله أنت الأجدى ليك عشان ظروفك وعشان وضعك، يبقى إن أنت ممكن تبقى في حدود كذا. لازم يكون الناس يبقى عندها إدراك وعندها ثقافة إن الخلفة الزيادة بتأثر على موارد الدولة وبتأثر على الراجل والأسرة عموما يعني. أولا ده لازم يبقى من الدولة ويبقى من وزارة الصحة، إن التشجيع على الخلفة والكلام ده كله. أنا ما ينفعش كمواطن واحد أنصح واحد يقول لي لا يا عم هو ده العيل بيجي برسمه والكلام ده. هو نبدأ نعمل مبادرات في المستشفيات وفي الأسرة، أي حاجة لها علاقة بالأسرة وكده، والثقافة، المراكز الثقافية والكلام ده. عن طريق بقى برامج توعية، محاضرات، قوانين، لازم قوانين. أول اثنين لازم ياخدوا حقهم في الدعم، بعد كده خارج الدعم. والله هو الإعلام مش متأخر، في ناس بتعمل بالإعلام وبتسمع الكلام للناس اللي فاهم الدنيا إيه، وفي ناس ما بتقدرش عايزة خلفة وبس. النيو تكنولوجي، وإن إحنا نفكر برا الصندوق، وإن إحنا لازم نشوف إزاي إن إحنا نغير حياتنا للأحسن، ومش لازم نكون كلنا موظفين. طبعا لازم نعمل حملات ان احنا نقعد نكلم الناس ان زياده عدد الاطفال ده سيء جدا، لان في ناس بتشتكي ان هي مش عارفه تصرف على عيالها، ان عندهم مشاكل ان هم مش قادرين يعملوا لهم حياه كويسه وكده.